من بداية الجائحة من فبراير 2020 ليومنا هذا، جهود جبارة قدمها الفريق الطبي. كان التنظيم في علاج كورونا يتم حسب المقتضيات اليومية. فترة اللي كان الأعداد مهولة، أسرة الآي سي يو تتوسع. كانت فترة عصيبة علينا، الحالات ارتفعت، وصلنا إلى أرقام كبيرة، وكنا بشكل يومي نشوف حالات الوفيات وبأعداد ما كنا متعودين عليها أو ما كنا نتمناها. يعني احنا مرينا في فترة اللي كان في ذروة الحالات، وكانت الفترة جدا صعبة. التعاون والعمل بروح الفريق الواحد من جميع الجهات المعنية، من الطواقم الطبية والغير الطبية، تمريضية وغيرها، للتعامل مع كوفيد 19 والوصول إلى أعلى نسبة من النجاح، واللي تمثلت في أعلى نسب من التعافي على مستوى العالم. وقت اللي احنا نشتغل في العناية لاحظنا الانخفاض اللي صار بالأعداد المرضى اللي تحت العناية بعد ما صار أكبر شريحة من المجتمع خدت التطعيم. طبعا ما ننسى دور الفريق الطبي من توجيهاته، تابعته لأحدث الدراسات والأبحاث حتى يعطينا أفضل بروتوكول علاجي متوفر. نشكر جميع المجتمع البحريني، مواطنين ومقيمين، لوعيهم الذي نفخر به والذي أبهر العالم في التعامل والتعاون مع الفريق الوطني وجميع الإجراءات الاحترازية، أخذ التطعيمات، أخذ جميع الجرعات الموصى بها، أخذ اللقاح والجرعة المنشطة، واللي فعلا ساهم في تقليل انتقال الفيروس، تقليل الحالات، تقليل الوفيات، وتقليل أيضا الحالات اللي دخلت العناية المركزة. إنجاز نتيجة التزام الناس ووعيهم والإقبال على التطعيم والجرعات المنشطة، والتي ننصح بتواصل الإقبال عليها. أحب أشكر كل شخص أخذ التطعيم وحمى نفسه وساهم في وقاية غيره ورفع اللي هي الحصانة المجتمعية، فكان سبب مباشر بأنه يقلل الأعداد. أعتقد ما في كلمات توصف كمية السعادة، كمية الرضا والفخر بالنتائج اللي وصلت لها مملكة البحرين، ونتمنى من الجميع أن يستمروا في التعاون معنا للوصول إلى أجمل النتائج إن شاء الله.